رمضان شهر العبادات والتقرب من رب العالمين وشهر العبر يلي بيتعلم منه الأطفال أسمى المعاني الأخلاقية والقيم الروحية. اليوم لازم عفاف كتير من الأهالي لما يكونوا عندهم أطفال يعرفوا كيف يعلموهم اليوم القيم الإنسانية والروحانية اللي بتكون بشهر رمضان كرمال يمكن ننشأ جيل سوي وسليم اليوم صحيا وإنسانيا. صحيح هايدي، اليوم أكيد ما بدنا ننسى دور أهالينا من لما كنا أطفال لكن كانوا يعززوا عنا هاي الأخلاق والمبادئ الإنسانية وتكتر عنا الروحانيات، وخصوصا بهذا الشهر الفضيل بيفيقونا نتسحر، بيعلمونا أنه ما بصير نكذب، ما بصير نسرق بخلال هذا الشهر حصرا أكيد وبكل الأشهر، ولكن بتكتر الوصايا والروحانيات بهذا الشهر والقيم الإنسانية. واليوم إجا دور أطفالنا لحتى نعلمهم هاي القيم ونزرعها فيهم منذ الصغر بحيث يكبروا كمان ويورثوا أولادهم وأطفالهم. اليوم مع مشاهدينا رح نتعرف على أهم النصائح لحتى نعزز هاي المبادئ عند أطفالنا بشهر رمضان مع الاستشارية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك ورمضان كريم عليك. رمضان كريم. صباح الكريم، صباح الخير ورمضان كريم. كل عام وانتي بألف خير. خلينا بداية رندا نعرف شو هي أبرز القيم والمعاني اللي بيحملها شهر رمضان للأطفال. هلا اهم شيء بما يخص الاطفال نحن نقدر نعلمهم الصدق والصبر ويعرفوا كيف الاخلاق العامه والموجوده بالمجتمع والقيم الموجوده كيف نحن نعززها للطفل خلال هذا الشهر. طبعا هذا بيكون في جهود خلال العام كامل اثناء تربيتنا لاطفالنا، ولكن بيكون في بقى الخبرات العمليه خلال هذا الشهر اللي بتتوافق مع الجو الاجتماعي اللي بيكون المحيط بيكون بكل البيت وبكل المحيط بالطفل. صح. فهذا بيخلي بيعزز كل شيء تعلمه خلال العام بشكل عملي وملموس خلال هذا الشهر. كمان ما بدنا ننسى القيم الانسانيه، يعني اليوم الاطفال ممكن يتوانوا او يحسوا هالشيء ما انه كثير مهم، ان كان حتى لرفيقه بالمدرسه او لصديقه باي مكان بالمدرسه، ان كانوا اطفال او واعيين شوي قد ايه مهم اليوم نحن نعلمهم انه يعني مشاعر رفقاتك الانسانيه هي موجوده، الاخلاق ما تعاملوا هيك، جبر الخواطر يمكن او الكلمه الحلوه. تماما. هلا دائما نحن بنستغل هذا الشهر الكريم لحتى نعلم اطفالنا خصوصي بالفئات العمريه الصغيره بيكون عندهم حب التملك للاشياء اللي هن عندهم. تماما. فممكن كثير يكون متمسك بالعابه وبثيابه باشياءه حتى ولو كان ما عاد يستخدمها او صارت غير مناسبه له. فنحن بنستغل لحتى مثل ما قلتي نزرع هاي الافكار والقيم ونعلمه كيف يشعر بالغير ويعطي. تمام. نتعلم العطاء. فنحن هون بنستغل هاي الفتره لحتى نبلش نقول له انه لحن شو رايك مثلا نجمع شو في العاب ما عدنا لعبنا فيها صرنا كبار عليها نعطيها لحدا بتناسب عمره. ممكن نحن نعمل مشاركه باكله معينه هو بحبها قبل بمناسبه قدوم الشهر. فهي الافكار اللطيفه الطفل كثير بتشجع عليها وهي بتحول المفهوم المجرد للعطاء، المفهوم المجرد للقيم اللي نحن بنحاول نزرعها لتصير اشياء حسيه بسيطه يقدر الطفل يتعايش معه وتصير خصلة من طباعه. طيب خلينا نوضح أكثر شو هو العمر المناسب اليوم لحتى نحن نعلم أطفالنا هي القيم الدينية بشهر رمضان. هلا نحن بنبدا من العمر تحت 5 سنين، ما بلش حتى من قبل من 3 سنين ما قبل الروضه بنبلش نحن من خلال البيت لما بنعمل له اشباع على موضوع الخصوصيه عنده. نحاول دائما ننظم انه في اشياء مسموحه واشياء غير مسموحه. نعلمه على التاجيل انه وقت مثلا بده اكله بيحبها او قطعه شوكولا او شيء نعلمه انه مو فورا نلبي له اياها، يكون في فترات ينطر فيها. هون بلش نعلمه بطريقه كثير بسيطه الصبر الانتظار
البال الطويل مع العمر بالخمس سنين، فترة 3 سنين لخمس سنين بعمر الروضة، منبلش بقى نكون نتوسع أكثر بهذا المجال، يكون موضوع التأجيل مدته أطول، موضوع الأشياء المقبولة والمرفوضة والحدود تكون منظمة أكثر، يكون صار عنده إشباع كامل بموضوع الخصوصية والملكية اللي عنده، فبيصير بيعرف شو له وشو اللي عليه، بيصير بيعرف تماما يقدر نفهمه موضوع المشاركة. بعدها بننقل بعد الخمس سنين لأفكار تطوعية بسيطة انه نساعد الآخرين بشكل عام، هذا بيتعزز أكثر، بنصير نحن بنربطه بمفردات انه هلا بهذا الشهر الكريم هو الفرصة لحتى نحن كيف تعلمنا نشارك غيرنا، بشو بدك تشارك، نحاول ناخذ رأيه بهذا الموضوع. في كثير قيم أساسية نحن نعلمها للأطفال، قيم دينية، الالتزام بالصلاة، الالتزام بالصيام، هي كلها بيكون في لها مراحل وتهيئة وتدريجيا لحتى تضل محببة ومرغوبة للطفل انه دائما يمارسها ويشعر بالإنجاز فيها. خلينا نأكد كمان قيمة الصبر. حد اللي ما انه موجود عند الكبار لحتى موجود عند الصغار. موضوع الصبر مثل ما انا قلت لك، لما نحن بنعلمه التأجيل، يعني لما انا مثلا بيكون في شغله كثير بيرغبها، سواء اكله، سواء مشوار، سواء زياره معينه، بحاول اجله اياها، ببلش بفترات مثلا عير نص ساعه بعدين ساعه هيك لحتى يصير يتعود على هي الأشياء اللي ما لها علاقة بالشيء الضروري اللي هو الأكل والشرب اللي هو بيحاول خلال فترة الصيام إنه ينقطع عنه. لما بنوصل نحن لمرحلة إنه نبلش يصوم فيها على السبع سنين مثلاً، في ناس قبل بشوي، ناس بعد بشوي، حسب القيم الأسرية اللي موجودة، بلش نحن تكون مثل ما بتعرف عليه بصوم درجات المعدنة. هلأ فينا نحن ما نتقيد إذا العمر صغير وهو كتير حابب، في أطفال بعمر صغير كتير بتحب تشارك أهلها بالصيام، فنحن بنعطيهم هاي الفرصة ومنخليه بمدة ساعة، مدة ساعتين، ممكن نعمله صيام مثلا بس على الأشياء مثلا مأكولات بيحبها، بعدين منبلش يصير بشكل عام الصيام. فنحن بالتدريج وإذا ما رضي، هلأ إذا ما رضي نحن بنحاول نحترم هذا الموضوع ونبلش ما نجبره يمكن تماما، ونعطيه أشياء معززات، المعززات ما تكون انه اذا صمت مثلا بجيب لك هديه او اذا صمت رح حبك اكثر، اكيد لا، ولكن رح بيكون نعطيه امثله. الطفل كثير بيتعلم وبيرغب بالنمذجه لما بيشوف الاهل عم بيصوموا ملتزمين وعم ببلشوا انه شفت لانه انا مثلا بتصير صحتي احسن، بتصير قدران انا وصائم مثلا ما عصب، ما انفعل انفعالات غير مناسبه، هاي التفاصيل الطفل كلها بيقلدها وبينمزجها عن اهله وبيحاول يمشي عليها، خصوصي انه نحن في عنا بهذا الشهر فتره الفطور اللي بتكون كل العائله مجتمعه، بيكون في اسر بتقول لك لا انا حطعميه قبل ما نحن نقعد مشان نكون قاعدين رايقين، ما يخليني اقوم اقعد كثير. كثير حلو يخليه يشاركنا، يكله صحنه، يكله الأشياء المخصصة، لأن اليوم إذا صمت مثلا ساعتين حعملك الأكلة اللي بتحبها، هاي الأشياء هي اللي بتعزز، اللي بتخليه يشعر بالقيمة الاجتماعية الموجودة اللي هي منطلقة من الأسرة، من البيت الصغير اللي هو قاعد فيه. أنا فكرت عم تحكي عن الطفل إذا قلت له يفطر إنه هو صايم وقلت له يفطر قبل بساعتين مشان ما يكمل مدة الصيام، أنا فكرت بالعكس، طيب في أطفال بتصوم وبدها تكمل فترة الصيام للآخر والأهل مثلا لسه صغار فطروا هلأ ساعة ساعتين بالناقص ما بيقبلوا. عم شوف شريحة كتير كبيرة من الأطفال اللي هلأ عم بتصر إنه هي تصوم رغم إنه تكون بمرحلة عمرية جسمها لسه عم بيتكون ولازمها غذاء خلال فترات. نحن كثير مهم نشرح للطفل الوضع الصحي لبناء الجسم بطريقة علمية بسيطة، نشرح له الأكل شو بيساعدنا، الطاقة كيف بتكون موجودة، نحافظ كثير إذا كان من الأطفال
الأطفال اللي كتير حابب إنه يكفي نهاره، إن نكون مصرين على فترة السحور، إنه يكون يأكل أشياء فيها وحدات حرارية مناسبة، يكون فيها غذاء معين يقدر يكفي فيها، ونحاول نحافظ على قدرة تحمله. يعني طول ما هو قدران يتحمل فنحن بنحاول ما نضغطه، بنفس الوقت يكون في مثل مساومة بهذا الموضوع، لأنه هو شيء كتير حلو إنه يكون عنده رغبة يحافظ فيه على قيمة مثل هالقيم، بنفس الوقت كتير منيح كمان يتعلم كيف يصون صحته وكيف إنه بتعلم الصبر كمان. تماما. ودايما بنقول انه الاطفال هنون صوره عن اهاليهم، عم نركز بنقول انه بدنا نعلم الاطفال الصيام بعمر صغير، ولكن لازم ننتبه كمان انه الاهالي لازم يكونوا عم بيصوموا كرمال اليوم الطفل يتقلد باهاليهم وبالتالي يتبع هي العادات. قد ايه هذا الشيء فعلا بياثر على الاطفال؟ في فئه من الاهل بيكون ما لهم ملتزمين بموضوع الصيام، فبصير عندهم نوع مثل تأنيب الضمير، فهم بيحاولوا انه نحن ما بدنا اولادنا يطلعوا مثلنا، فنحن بدنا اياهم يصوموا، فبيكونوا كثير شديدين وحريصين على صيام طفلهم، ولكن الطفل بيكون رافض لهذا الموضوع او حاسس انه ليه انا وانتم مثلا ما بتلتزموا، ليش انتم ما فيكم تقعدوا مثلا بلا التدخين او بلا القهوه وانا فيني اقعد بلا الاكل والشرب. فلازم مثل ما قلت يكون في كثير توازن بهذا الموضوع، ويكون كثير مدروس بطريقه صحيحه، لانه بيعمل شرخ بالمفاهيم وبالتفكير عند الاطفال، خصوصي بالمرحله اللي بتكون مبلش بقى يقطع المرحله الابتدائيه، ببلش بقى بدايه المراهقه عنده، فبيكون عنده هاي المقارنات كثير واضحه وكثير فيها نوع من التمرد. طيب رندا، اليوم كيف فينا نستثمر هي الايام الفضيله ونفهم اطفالنا انه بهي الايام لازم انه ما تقصروا، يعني يستثمروا هي الايام بالجد والمبادره تجاه الاخرين، ان كان العمل الانساني جدا كثير مهم بهذا الشهر، الصبر، الصيام، هي القصص يعني اللي هي ممكن تكون بسيطه ولكن بتزرع قيم اخلاقيه عند تماما الطفل. وهي بتستمر مع الطفل لمراحل متقدمه. كثير مهم نحن انه عندنا مثلا 30 يوم كل يوم حتقيم جزء من مصروفك مشان على العيد نجيب فيهم هديه لحدا مثلا محتاج. كثير مهم انه يلا نبلش مثلا شوف في عندك ثياب حلوه انت مثلا ما بقى تقدر تلبسها، ممكن نحن نعطيها هديه لحدا معين ممكن هو يكون بحاجه لها. كثير صح بعمر بدايه المراهقه يكون في اعمال تطوعيه معينه، مثل ما بنشوف المطابخ اللي عم بتكون، نعرف نحن اسر بحاجه معينه، دائما انه خلي عينك مثلا على جارنا انه شو رايك اليوم نودي له هي الشغله، انت حتكون مسؤول خلال الشهر لتودي مثلا اكله معينه لجارنا. هي التفاصيل البسيطه على ديمومتها بهال 30 يوم بتزرع قيمه، بتزرع خصله بالطفل وبالمراهق لحتى تستمر معه لايام، بتخليه فعلا بتعلمه شو يعني العطاء وشو يعني العمل التطوعي، شو يعني انا اقدم شيء بدون مقابل، وكيف اصبر رغم انه يمكن يكون مالي قدران، يكون انا تعبان، ولكن كون قادر على اني اقدم هذا الشيء، هذا بيرفع كثير حس المسؤوليه عند فئه الشباب بالمرحله اللاحقه يعني. تمام رندا، بمحطتنا الصباحيه لليوم كنا عم نحكي عن اهميه عمل الخير والعمل التطوعي، واليوم لابد انه نركز كمان على الاطفال، نركز انه نحن لازم نعلمهم يعملوا خير ولو كانوا صغار بابسط التفاصيل، يساعدوا رفقاتهم، يساعدوا الناس اللي حواليهم محتاجين، كبار السن، الاحترام، قد ايه هي المواضيع لازم اليوم تكون موجوده عند اطفالنا ونحن نزرع فيهم حب الخير وفعل الخير من هن صغار. تماما، كثير صح نحن نزرع مفهوم كلمه الخير. تمام، فانا بربطها دائما بالفعل، يعني ممكن اقول له مثلا شو رايك تعمل خير معي مثلا وتجيب لي مي مثلا. فهي التفاصيل على بساطتها بقدر يربط مفهوم الخير، مفهوم العمل الجيد
والمبادرات اللطيفة وهذا الإيثار بالناس الآخرين. أنا ببلش علمه إياها لما بربط الكلمة بالفعل، فهو ببلش بيعممها. بكرة رح نعمل شيء كتير حلو، نعمل هذا جيست الخير اللطيف، لأنه نحن مثلا ممكن ناخذ أكلة أنت بتحبها وتوزعها على رفقاتك مشان وقت الفطور ياكلوها ويتذكروك. فهي التفاصيل نحن لما بنربطها بالمفردات كتير بتعمل أثر إيجابي، بتخلي الطفل فعلا يتعلمها بطريقة صحيحة. في نقطة يمكن كتير مهمة ممكن بيغفلوا عنها الأهل، الغيرة أو الحقد، خلينا نقول الغيرة ممكن تولد حقد مع الوقت، صح ولا لا؟ تمام. فممكن هذا الموضوع كمان يقدروا يفتحوا يوم الطفل عليه إنه ما فينا نغار كمان بهذا الشهر عشان نصير الأحقاد. هلا نحن لما بنربط كلمة إنه ما بيصير تغار، فهو هي أساسا حتكون الطبع فيه ما حيقدر يتحكم فيها، خصوصا وقت تكون في عمر أصغر أطفال. ممكن أصغر مواقف تصير معه. هون نحن بنشتغل على موضوع الأنانية عند الطفل. لما الطفل بيكون كل شيء له وكل شيء شو ما بيطلب بيحصل له، هون صار عنده نوع من الأنانية. هاي الأنانية هي بتولد الغيرة اللي بتخلي بجزء منها تخليه إنه أي شيء بده يأله، أي شيء حدا ممكن ياخذ هالضوء منه أو هاي الهالة منه يكون محط غيرة أو استفزاز للطفل. فنحن هون لما بنعلي مسؤولية الطفل بحاله وبنعلي قيم العطاء عنده، إنه نخفف له حب التملك بالطريقة السلبية، هذا كله بيخفف موضوع الغيرة. ونحاول الصفات اللي بتكون عند الأطفال مثل الخوف، مثل الغيرة، مثل القلق، بنحاول ما نربطها مع مفاهيم اللي هي مثل العطاء، مثل القيم الإنسانية، مثل الصبر. بنحاول تكون على مدار عام كامل بطريقة تدريجية مبسطة لحتى نقدر نخففها عند أطفالنا ونرفع ثقته بنفسه. كل ما كان الطفل ثقته بنفسه عالية، يعني مسؤوليته وتحمل مسؤولية عالية، فالغيرة حتكون جدا أخف وأخف أذى وضرر عليه وعلى الشخص عم بغار منه. طيب اليوم شو في أمور نحن ما ذكرناها وحابة تضوي عليها اليوم بأهمية توعية وتعليم الأطفال بالصيام والقيم اللي موجودة فيه؟ هلأ نحن مثل ما ذكرنا بكل حديثنا عن القيم وعن المفاهيم اللي لازم يتعلمها الطفل، نحن لازم ننتبه على كتير شيء مهم، الصحة البدنية للطفل. نحن بمراحل عمرية الطفل عم بيتكون فيها، سواء من ناحية الغذاء، سواء من ناحية النوم. ممكن كتير النوم المتقطع ليقوم على السحور يكون غير مناسب له، لازم كتير ننتبه على هذا الموضوع. كتير صح نعلمه مفهوم الصيام وقيمته الإنسانية، ما يكون هو لأنه عادة اجتماعية، لأنه البيت كله بيصوم لازم تصوم. لازم هذا الموضوع نحن نركز عليه، ما يكون هو ماشي مع المجموعة لأنه هنن هيك بدهم، لا، لأنه هو عرفان شو روحياً هو شو حيستفاد، وحتى جسدياً بهذا الصيام اللي عم بيكون قدي ممكن يرفع استقلاب جسمه، قدي ممكن يساعد جسمه، قدي ممكن يضره في حال كان عمره غير مناسب أو عنده مشاكل صحية معينة لازم ما يلتزم بالصيام. هاي الأمور كلها لازم كتير نحن نكون في عنا توعية كاملة للطفل وللمراهق قبل فترة رمضان لحتى يكون هو قادر ياخذ القرار بطريقة صحية وصحيحة بالشهر الفضيل. أكيد رندا بدنا نشكرك بالختام على كل النصائح والمعلومات يلي قدمتيها اليوم، يمكن مهمة كتير لكتير من الأهالي وكتير للأطفال لحتى يحافظوا على هي القيم حتى إذا ما أنا موجودة تنوجد عندهم. شكرا كتير لإلك. شكرا لكم، ينعاد عليكم. شكرا لك رندا، وكل عام وأنتي بألف خير.